بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات النوتوكود. يبقى اذا زي ما اتفقنا احنا نقرا بس الكلام ده. يعتبر مجموعه من السكتشز، مجموعه من الرسومات للامبريونيك ديسك للجنين يعني، وبيشير الى كيف الجنين بيبدا ان هو يطول، هاو لينث، ازاي بيبدا ان هو يزداد في الطول يعني، بيبدا ان هو تشينج شيب، بيبدا ان هو غير شكله. طبعا بيديني المنظر اللي هو البير شيب ده، او منظر الكمثرى. والكلام ده بيتم في الثيرد ويك، او بيتم في الاسبوع الثالث. بيقول لك ان البراميتيف ستريك بيبدا ان هو يزداد في الطول من خلال الاديشن اوف سيلز، من خلال ان انا بضيف خلايا جديده في الكودال اند. يعني انت بص هنا، ادي البراميتيف ستريك اهو، خلاص كده، وادي الكودال اند، تمام كده. هبص تلاقي ادي البراميتيف ستريك اهو، هنا في نيولي ادد سيلز، او في خلايا بيتم اضافتها بشكل جديد هنا اهو، تمام كده، في الكودال اند، خلاص. وبالتالي طبعا بيبدا البراميتيف ستريك، السيلز او الخلايا بتبدا ان هي كل شويه تخش من هنا وتخش من هنا، واخد بالك، ويبدا البراميتيف ستريك يزداد في الايه؟ في الطول، لغايه لما يكون هنا البراميتيف نوت، تمام؟ وطيب بالنسبه بقى للنوتوكورد بروسيس، لا، النوتوكورد بروسيس بتبدا من الايه؟ البراميتيف نوت، او بتمتد من البراميتيف نوت ذات نفسه. تبدا تطلع هنا من البراميتيف نوت وتمتد باتجاه البليد ده اللي هو البريكوردال بليد، خلاص كده. يبقى في فرق، تمام كده. البريمتيف ستريك بيمتد لغايه لما ينتهي عند البريمتيف نود، بينما النوتوكورد بيبدا من البريمتيف نود وبيمتد لغايه البريكوردال بليت اللي هو الحته دي. يبقى من البريمتيف نود نجيب لون تاني، يبقى النوتوكوردال بروسيس بتمتد من البريمتيف نود الحته الملوظه دي، وبتنتهي فين؟ عند البريكوردال بليت. تانيها ماشيه 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 لغايه لما توصل للبريكوردال بليت. وبالنسبه للبريكوردال بليت ده هو نفسه المصطلح اللي احنا اخدناه زمان اللي هو الاوروفارينجال ميمبرين، خلاص كده. طيب، وطبعا زي ما قلنا العمليه برضه في فرق، في فرق في السايت او في الموقع. زي ما قلنا البريمتيف نود بتبقى في النص، والبريمتيف ستريك بيبقى كودال ليها، والنوتوكورد بيبقى كرينيال ليها. ده فرق، خلاص كده. الفرق التاني ان البريمتيف ستريك زي ما اتفقنا كلنا بيبقى موجود على سطح الايبي بلاست او على سطح الاكتوديرم، انما النوتوكورد ده بعمليه بتتم ما بين الاكتوديرم وما بين الاندوديرم. عشان احنا نقدر نفهم الكلام ده كويس جدا، او نفهم النوتوكورد يعني ايه عمليه النوتوكورد، لازم ان احنا نجيب رسومات تانية. مش عايزك تقلق خالص، هنتكلم واحده واحده، هنشرح بالراحه وكل حاجه ان شاء الله تبقى زي الفل. ده طبعا زي ما اتفقنا، ادي الجنين اهو، طبعا ده الكونكتنج ستوك اللي بيبقى ماسك في الاكسترا امبرينيك ميزوديرم، الرسمه اللي هي الشهيره اللي اخدناها زمان. ده الامونيتيك كافيتي، ده اليوكساك. هنا في عندنا ادي البايلامينر امبريونيك ديسك اللي هو بيبقى عباره عن الطبقتين، اللي هي طبقه الايبي بلاست والهايبي بلاست، او اللي هتبقى بعد كده اسمها اكتوديرم واندوديرم اثناء عمليه الايه؟ الكاستوريليشن، او اثناء الاسبوع التالت. طيب، ده منظر زي ما قلنا، ده منظر ايه؟ سندوتش الجبنه. كل اللي هعمله ان انا هجيب الكاميرا بتاعتي وابص على الرغيف اللي فوق، ابص على الرغيف اللي فوق، فلاقي في وشي مين؟ فلاقي في وشي الاكتوديرم. خلاص، تعالى بقى نشوف كده. ادي ليه الاكتوديرم، انا هاخد رسمه رسمه واحده واحده عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. خلاص كده، ادي منظر ليه الجنين، بس ده منظور من ايه؟ من فوق، من عند، من وانا ببص على الاكتوديرم من فوق. خلاص، المنظر ده عامه بيسموه الدورز الفيو، يعني على اساس ان الحته ديت هي الدورزم او الظهر بتاع الجنين يعني، ما تشغلش بالك. خلاص، المهم ان ده الايه؟ ده الاكتوديرم، خلاص. طيب، هنجد بقى عندنا اول حاجه، في عندنا هنا ده الكرينيال اند اهي، دي الكرينيال اند، وهنا ادي دي الكودال اند. هنا هنجد في البليت اللي هو اسمه البريكوردال بليت، وقلنا ان ده في الموضع ده من البريكوردال بليت بيبقى فيه اتصال ما بين طبقه الاكتوديرم والاندوديرم. وهنا برضو عندنا نفس الكلام، اللوكال ممبرين بيبقى فيه برضو ارتباط ما بين طبقه الاكتوديرم والاندوديرم. هنا عندنا في الجزء ده اللي هو هنا ده، ده طبعا اول حاجه البريمتيف نود او البريمتيف بيت. زي ما قلنا في عندنا حاجتين بقى، طالما قلت بريمتيف نود هتقول لي حاجتين. الحاجه الاولانيه هي البريمتيف ستريك، البريمتيف ستريك بتبقى هنا، بتبقى موجوده كودال بالنسبه للبريمتيف نود. طيب، مين بقى اللي بيبقى موجود هنا؟ ده اللي هو النوتوكورد، خلاص. يبقى هنا اهو، ده الايه؟ البريمتيف ستريك بيبقى كودال بالنسبه للبريمتيف بت. طب امال ده؟ ده النوتوكورد. طيب، عايزين نشوف الكلام ده برضو بمنظر تاني. اجيب السكينه بتاعتي واعمل الحركه الشهيره، زي ما قلنا الحركه دي مهمه جدا في علم الامبيرولوجي. اعمل حاجه اسمها بلان سيكشن، اقوم داخل كده السكينه بتاعتي ومقاطع الكلام ده، خلاص كده. هرمي الجزء التحتاني ده بره واجيب لك الجزء ده من كده، ونتفرج على اللايرز بتاعت سندوتش الجبنه. زي ما اتفقنا ده سندوتش جبنه، وانا شايف كده الرغيف اللي فوق، فاجيب الايه؟ السكينه بتاعتي كده، بص، اقطع كده اقطع كده اقطع كده كده، وارمي ده بره، ماليش دعوه بيه، واخد الجزء ده واتفرج.